هل تعلم أنه في كل أسبوع متتالي تقوم فيه بنفس التمرين لعضلة معينة تقل من فوائده؟ هذا البرنامج الجديد لعضلة الأرجل مع قواعد سوف تضمن لك زيادة الكتلة العضلية وزيادة رفع الأوزان، ولكن للعب هذا البرنامج على الأقل يجب أن يكون مدة تدريبك تتعدى 3 أشهر نظرا لصعوبة هذا البرنامج. فلا تنسى دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو، وعلى بركة الله. قبل بداية الفيديو لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو دعما لنا، إذن على بركة الله. قبل بداية هذا البرنامج قم بالإحماء حوالي 10 دقائق لتفادي الإصابات. إذن التمرين الأول، من أهم وأقوى تمارين لعضلة الأرجل تكون مسافة القدم بين الأخرى قصيرة لاستهداف عضلة الأرجل الأمامي، 3 مجموعات والتكرارات من 12 إلى 6. التمرين الثاني، أهم قاعدة في هذا التمرين هو رفع أوزان مناسبة الذي يجعل من التكرارات الأخيرة صعبة لزيادة بناء العضلات. في هذا التمرين مسافة القدم تكون أطول من الكتف قليلا لاستهداف المنطقة الخلفية أكثر لعضلة الأرجل. العب 3 مجموعات والتكرارات من 12 إلى 6، وبذلك تكون لعبت 6 مجموعات في تمرين سكوات. هذا التمرين مناسب لكل من يعاني من جهة أكبر من جهة لعضلة الأرجل، حيث يلعب كل قدم لوحدها. العب 3 مجموعات والتكرارات من 10 إلى 6، وأهم شيء ركز على العضلة المستهدفة. بعدها نفس التمرين لكن يلعب بقدمين، تمرين ليكس بريس، وهو أحد أشهر تمارين وأفضلها لاستهداف عضلة الأرجل من كل النواحي. العب 4 مجموعات والتكرارات من 12 إلى 6 مع الزيادة في الوزن بعد كل تمرين. هذا التمرين أحد أفضل تمارين عندي، حيث يعمل هذا التمرين على تقسيم عضلة وإعطائها الشكل الجمالي المتناسق. يستهدف عضلة الأرجل الأمامية والخلفية وعضلة المؤخرة وعضلة السمانة. قم بلعب 3 مجموعات وأقل تكرار هو 10 وأقصاها 12، ولا تنسى أخذ فترة راحة بين التمرين من دقيقة إلى دقيقة ونصف. بعدها نذهب إلى تمرين عضلة الخلفية لعضلة الأرجل. كما تشاهد طريقة لعب التمرين، الظهر يكون مستقيم ويمكنك لعب هذا التمرين بالبار. 3 مجموعات وأقل تكرار هو 10. أخيرا نفس استهداف العضلة، يمكنك لعب هذا التمرين هكذا مائل أو على أرض مستقيمة حسب قدرتك البدنية. الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو بناء العضلات. عدد الحصص في الشهر هو 4، ودائما كما أقول أهم قاعدة لبناء العضلات هي التغذية السليمة، ووفقكم الله.